آخر أخبار هذه النشرة سيكون مع أخبار المزادات، إذ بيعت مساء أمس قطعة ماس نادرة في جنيف بمبلغ 48 مليون دولار، ويصل وزن الماس التي طرحتها للمزاد دار سوتبيز إلى أكثر من 12 قيراطا. ومشتري الماسة هو إمبراطور الاستثمار العقاري في هونغ كونغ الملياردير جوزيف لاو لوين هانغ، وأطلق لاو على الماسة اسم قمر جوزيفين الأزرق نسبة إلى ابنته. وكان لاو قد اشترى قبل ذلك بيوم واحد الماسة وردية اللون تقدر قيمتها ب30 مليون دولار، أطلق عليها اسم جوزيفين الحلوة. The Patty Wong's bidder, a record price. Sold.